بسم الله بسم الله وكفى سلام على عبادي الذين اصطفى. ربنا اشرح صدورنا لدينك الحنيف واغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا. اللهم اجعلنا من اسعد الناس بحبك والحضور بين يديك وبتقديرك حق قدرك. اللهم اجعلنا نخشاك ولا نتجرأ عليك. اللهم اجعلنا مصدقين عاملين بالقرآن العظيم وسنة خير البرية رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله المخالطة الأيام هذه ساءت بين كل النحل والنحل، وخاصة ليزيد يدمي القلب أن سوء المخالطة ذهب إلى عمق نخاع الأمة التي تدعي الإسلام، بيد أن الله يقول إنما المؤمن أخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ونبينا عليه الصلاة والسلام وردت أحاديث كثيرة لا تحظ على حسن المعاشرة بين الإخوان بين الأخوات. والآن الله كل إنسان يلوج يقعد يبحث عن ماشي حاجة يلوم بها عليها غيره، وهذا عملية إسقاطية قلنا مرضية، لأن الإنسان لا يخلو من نواقص ولا يخلو من الفتن، يفتن نفسه بنفسه. وكل بني آدم خطأ، ولهذا لماذا أنت تخفي أخطائك التي بالغت عين السماء وتبدأ تلقط على أخوانك اللي ربما هم براء مما رميتهم به؟ وأنا إن شاء الله تعالى بعجالة ببركات المولى أسوق إليكم بعض حديث نبوي شريفة. منها عند مسلم رضي الله عنه نجد من صلى علينا السيف ليس منا، هذا سيف هذا سلاح، لكن سلاح اللسان وجراحه أخطر بكثير. الناس اللي تو تحارب في بعضها من غير ما يشوفوا هل هم على حق أم لا فهو ليس من الأمة. الأمة لا تقبل المناوشات ولا تقبل تراشق بالاتهامات ولا تقبل بالبغض ولا تقبل بالقطيعة ولا أي شيء من سوء الأخلاق ليس منا ولا يحسن به لا أن يكون فينا ذلك الخطأ الفادح أي سوء المعاشرة. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث أورده ابن حنبل رضي الله عنه يقول فيه إمامنا عليه الصلاة والسلام: ما من امرئ يقذر امرأ مسلما، لا نقذر أحدا، لكن خاصة الكافر ذاته لا نخذله يعني لا نخون. أعنى الإيمان قيد الفتك، وعلى كل تدعو الناس كفر الفجر المنافقين إلى دين الله إذا كانوا نخدعون جابوا البداية فسدنا طريق عليهم يزيدوا يطلبوا بموقفهم الظالمة لأنفسهم ولغيرهم ويزيدوا عدوان علينا ويزيدوا التآمر علينا. ولهذا سوء الأخلاق ليس من شيمنا. نعم، ما من امرئ يقذر امرأ مسلما عند موت تنتهك فيه حرمته. ولكن من مرة الحمد لله أعطانا ربي جرأة باش ما نخليوش إخواننا تنتهك حرمتهم على قريعة الطريق أو في مكان مستور. ما من امرئ يخذل امرأة مسلمة عند موت تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرض إلا خذله الله عز وجل. أعرفش قادم اللي تخذل ياكيك أنت لأي كافر ما عندكش حق بس تعلم قدره ولا تخذله بل أعصي إليه حتى يفهم أن طريق الإسلام هو الأمان. موجود كلام ربي كيف يوصي النبي عليه الصلاة والسلام وقت اللي يجي إنسان من يلوج
في حماية الرسول الكريم عليه الصلاة والتسليم، قالوا احرسه وأمنه حتى يسمع منك ما أرسلت به لعله يؤمن إيمانا صادقا ويقول من أحسن المؤمنين، ولهم له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، فما عدل في الإسلام وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله عز وجل في موت يحب فيه نصرته. يعني الموت اللي أنت متهيئة بس تطلب نصر من الله، ما تراهاش، يعني خذلتها في أيامك السابقة ما لا يجوز الغدر به. وما من أمر مسلم ينصر امرأة مسلما في موت ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصر الله في موت يحب فيه نصرته. هذا السورة المقابلة. وما البخاري لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه اليوم يتحاربوا، قلنا 72 فرقة في النار، فرقة واحدة إن شاء الله نكون منها هي من أهل الله ومن أهل رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال فيلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا من الإيمان، تعرض عن أخيك، شكون عندك انت بعد ربي والنبي عليه السلام؟ عندك اخوانك واخواتك تعلن عن الابليس عبث بيك وظلك وخلك تفهم بالمقلوب، تتهم الناس ظلما وعدوانا، واخوانك فوق الكل، كيف تبغي نفسك عند الله بالاعراض عن اخوانك؟ لا يحل. ريت الامه ليست امه الان، هي من فقاقية وأتربة منتشرة في كل أرجاء العالم فقط. أما الآن إذا كان حابين نكون مؤمنين لابد أن يسعى كل واحد منا أن يتخلق بما يحبه الرحمن، وأن يتأسى بسنة رسول الله الإسلام عليه الصلاة والسلام، وأن يكون دستور القرآن العظيم. لا أراه بلا شيء هذه الدعامات، فأنتم هباء منثور ولا أجر لكم عند الغفور سبحانه وتعالى. لا يحل لمسلم حتى ترجعوا إلى ربكم، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال فيلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، يعني ولات القطيعة من الطرفين، اتخذت المسألة يا ناس فيك ولا روحك قبل فوات أول الإسلام، مش كلام، إسلام خلق معاشرة طيبة، الملاء امتثال أمر الرحمن. انظر ماذا طلب منك ربك، أن تعتبر إخوانك إخوانك، لا تعكس الآية، فإن فعلت فكنت خارج الملة والعياذ بالله. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال فيلتقيان ويعرض هذا ويعرض هذا، هو خير ما شوف دائما باب المصالحة وباب الخير والبر والرجوع إلى الله مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها والعياذ بالله، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وأحنا يقول كما ورد عند أحمد وأبي داود رضي الله عنهما من قول النبي عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو من الناس غلبها، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام الناس قاعدة تجري وراء أهل الكتاب يهود ونصارى، وهم الأفاكون وهم المخطئون وهم قليل الحياة مع الله ولا أمانة معهم ولا يمكن أن نصدقهم بشيء، ودوا ما علمتم ربي، قال فما رغبة دفينة عندهم لكن ما يعبروش عنها جهارا، هي يحبون كل المصائب. ومن المصائب أن نقاطع بعضنا بعضا، حتى لو أذيتني أنا كمؤمن أعدي لك. سيد عمر بن الخطاب على ما أعلم قال لو إنسان مخطئ جاني ب74 عذر لازدته أعذار أخرى، إيش معناه؟
بل المسلم مش يلوج لابتكبات، يلوج دائما كباش يتم غيره. ليش بيك انت بعيد عن التهمة؟ يا ولدي كل بني آدم خطاء، خلق الإنسان ضعيفا، يلزم التمثيل ويلزم انه قرآن الجميل الإلهي ناس. كذلك هذه قال تقع لحظة بلحظة بالحياة عبر التاريخ. ورد أن الترمذي هذا الكلام المنسوب إلى سيد الأنام عليه الصلاة والسلام: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. لهذا يزيكم من انتحال نحو تلفيق التهم و إلصاق الذنوب لمن لم يقترف تلك الذنوب. قال النبي عليه الصلاة والسلام عند أحمد: أيها الناس، أحمد رضي الله عنه، أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فرض لعربي على عجمي أو عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على عمر، إلا بالتقوى أبلغت. نعم يا نبينا وسيدنا وحبيبنا، قد بلغت وأديت الأمانة كما يجب أن تؤدى. نسأل الله السلامة والسلام على من اتبع الهدى.